بطبيعة الحال بيان سور غادي نلعبوا على اننا نوصلوا للفينال لان الحظوظ كما قلنا الحظوظ راه متساويه حيت هذه مباراه ديال 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 ديال, ماتش واحد ماشي ديال الالي روتور فكل شيء عنده الحظوظ لا سوا جديده سوا حنا الطاس كما قلت لك حنا عازمين ان شاء الله نديروا شي 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 نتيجه اللي هي اكسبسيونيل ونحققوا التاهل للمباراه النهائيه